السلام عليكم، معك روان ملامة، الكاتب العام لمدادية موظفي العدل بمراكش، التي تنظم هذه الحملة الطبية بمحكمة السينا بمراكش، بعد حملتين طبيتين في كل من محكمة الابتدائية الجمحي وقصر العدالة بمراكش. هذه الحملة اللي تنظمها وحدة موظفي العدل للسادة الموظفين الاستفادة من مجموعة من الاختصاصات، منها راديو الجهاز الهضمي، تخطيط القلب، تحاليل السكر والضغط الدموي، ثم النظر يعني النظارات. هذه الحملة اللي الآن وصلنا إلى استفادة حوالي 500 موظف موظفة، بالتالي نحن الحمد لله نسير نحو نجاح هذه الحملة الطبية اللي عندها الصدى إن شاء الله ناجح. ومدادية موظفي العدل بمراكش تحاول في هذا الإطار أنها تقوم بهذه الحملات الطبية من أجل يعني تحسين الوضع الاجتماعي والطبي الصحي للموظفين والموظفات. السلام عليكم، زين برشيدي، إطار المحكمة الابتدائية بمراكش ورئيسة المكتب المحلي لمدادية موظفي العدل بمراكش. المكتب المحلي بمراكش في إطار أنشطته الدورية ونهوضا بالوضعية الصحية والاجتماعية لموظفي وزارة العدل، ارتأى المكتب المحلي أن ينظم هذه المبادرة بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية والصحية جنات، دائما في إطار النهوض بالوضعية الصحية للموظفين. وقد استفاد من هذه المبادرة مجموعة من الموظفين لجلهم بمختلف المحاكم، ابتداء من اليوم الثاني من تاريخ يناير الحالي إلى يوم 5 من نفس الشهر. هذا وسيستفيد أيضا يعني مجموعة من المستخدمين كالمنظفين والمنظفات ومجموعة من المتدربين والمتدربات، يعني ولا بأس إذا انضم إلينا المحامون أو جميع مساعدي القضاء، مرحبا بهم ومرحبا بهم. وتعتزم ودادية موظفي العدل على القيام بمبادرات دورية على شكلة هذه البادرة إن شاء الله. شكرا شكرا لك. السلام عليكم، احنا موظفين ديال وزارة العدل بالمحكمة في الاستئناف، كنشكروا الودادية ديال العدل وهذا القطاع تبارك الله، خد زعما شحال مبادرة طيبة، كنشكرهم بزاف، كنشكروا الجمعية بيت الطبية اللي الطاقم الطبي، موظفين فرحانين بهذه المبادرة، وكنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمناو تبت هذه المبادرة تكون تتكرر مرارا وتكرارا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لمحكمة الاستئناف. بغيت نشكر جزيل الشكر للطاقم الطبي اللي دوزوا لنا على العينين ودوزوا على الجهاز الهضمي، وكنشكرهم بزاف على المبادرة الطيبة وعلى القلب، وتبارك الله كان إقبال كثير بالنسبة لمحكمة الاستئناف، كنشكرهم جزيل الشكر.